ايه يا هيثم. ايه يوه، انت قاعد هنا واحمد صاحبك رايح جاي ورا البت بتاعتك عند المدرسه، وانت خليك قاعد كذيف في ميه البطيخ. كيف الكلام ده محمود؟ يا محمود اوعى يكون عتهزر يا محمود، والله نخسر بعض بسبب الكلام ده. كلام ايه ده؟ وفين هو؟ لزمانه خد ابوه راح يخطبها يا عبير. قول لي الاقيه فين دلوقتي يا محمود؟ خد رايح فين يا صاحبي؟ هو قابلني الصبح وقال لي شويه كده حعدى على هيثم، بس اوعى تجيب له سير ان انا قلت لك حاجه، وزمان هو جاي على كده يا صاحبي. محمود روح انت دلوقتي عشان هو جاي. ماشي يا صاحبي. اختفي جوا. سبب تعب انا بدي بنوت، محرماني من الشارع افوت، حتم كتابي وان شاء الله اموت، ولا حد قال لي مالك، ولا حد قال لي مالك. بها يا هيثم، ما رضيتش تسلم لي عليك دي؟ باين عليك بحاجة مزعلك مني. لا لا ما فيش حاجة والله. طب اديني شوية مية بس النبل بالريقة. يا رب انا عملت حاجة زعلت مني. ايه اللي حصل عشان يعمل كده معايا؟ معودش. طب ليه هي يا احمد؟ ليه هي يا احمد؟ ما فيش غيرها في الدنيا. ها رد علي. ليه هي؟ مين فهمني في ايه؟ افهمك ايه؟ بتحط عينك على البت اللي انا بحبها؟ لو كمان عايز تخطبها نزل ايدك دي. زعقت فيه وكبت المي على وشه وظلمني وما فهمش حاجه، والبت اللي انت هتقول عليها دي بالنسبه لاخته عشان حتبقى مرات اخوي. عمري ما نبص على حاجة بتاعتك. انت اخوي يا هيثم، انت مش صاحبي والله يا اخوي. انا مصدوم منك، ما عارفش انت عملت كده ازاي، ومين اللي فهمك كده؟ هيثم فوق نفسك واعرف مين قدامك. انا اخوك مش صاحبك يا هيثم، عمري ما هنبص على حاجة بتاعتك ولا حاجة انت نفسك فيه، والله العظيم يا هيثم. لا انت كذاب، انت ما عملتش بحق الاخوية ولا العش والملح. واللي شافك جا قال لي يعني هو هيكون كذاب مثلا؟ لا ده انا كنت بقول عليك سند التاني تعمل كده، بس ما كنتش متخيل ان الضربه تيجي منك، بس جات. عارف يا احمد اصعب حاجه ايه؟ لما الضربه تيجي لك من اقرب الناس ليك تبقى صعبه قوي واخفه من وشي عشان انا مش طايقك. لا ما هخفاش، انت ما فاهمش حاجة، كلامك كله غلط في غلط. انا عمري ما نخونك، واللي قال لك كده ربنا يسامحه، والمفروض لو البلد كلها جات وقالت لك احمد عمل كده انت ما تصدقش. احنا متربين مع بعض واكلين شاربين في طبق واحد. خلص الكلام يا احمد هيثم. والله على كد الوجع اللي جواك، انت مش موجوع كدي، لان انا مصدوم انك انت صدقت الكلام ده يتقال مني. وزي ما انت طرت وراي من بيتك حنمشي يا صاحبي، بس قبل ما نمشي عايزك تعرف ان انت ظلمتني، اقسم بالله ما عملت اي حاجة من اللي انت قلته، وبصيرك تعرف الحقيقي. ماشي يا عيسى، حنمشي يا صاحبي. سألش نفسك يا صاحبي، أنا كنت عارف أصلاً من الأول. والكره في عينيه من تلاك. فاكر يا صاحبي لما كنت قاعد في الكافية وأنت قلت أنا بحب فلان وفضفضت على اللي في قلبك كله، وهو من سئتي حط عينه عليه وشغال يمشي وراها في الروح والجاي، وأنا ما رضيش أقول له. بس عارف يا محمود، أنا مش عارف ليه حاسس كده إن قلبي بيقول لي إنه مظلوم، وكان زي ما تقول كده الظلم باين في عينيه. وهديني قلت لك يا صاحبي علشان ما تأمنش لحد تاني، وهسيبك دلوقتي عشان انا وراي مشوار. سلام عليكم.
صحيح الفتنة أشد من القتل، لكن هتيجي عليك فترة وتكسى على أقرب الناس ليك، بس ساعتها بتكون غصب عنك، هم بيجبروك إنك تكسى عليهم، من خيانة، من حقد، من فتنة، من غل. وهتلاقي برضو اللي وقع ما بينكم، سواء كنتوا صحاب أو إخوات أو قرايب. ويا رب يكون الفيديو عجبكم.